مساء الخير عليكم في حلقة جديدة من دفتر أحوال، برنامج الخدمات الموجود الوحيد تقريبا على شاشات المصرية والفضائيات المصرية. البرنامج اللي هدفه بس هو خدمة المواطن المصري أيا كان مكانه، أيا كان محافظته، أيا كان المحل والموقع اللي قاعد فيه. بنحاول نساعد كل مؤسسات الدولة إن احنا نخدم الناس، نخدم الناس اللي موجودين بعيد كمان، اللي في النجع وفي القرية، اللي ما عندهمش وسائل اتصال بالمسؤولين مباشرة. بنحاول نكون حلقة وصل دايما ما بين المسؤول وما بين المواطن. حاجة مهمة جدا جدا انك تحاول تلبي رغبات واحتياجات المواطن. فعلا شغل كبير جدا بتعمله الوزارات والمؤسسات. بنحاول نكون حلقة في وسط ده. موضوع صعب جدا، اكتشفنا لما خدنا التجربة ان الموضوع فعلا حقيقي صعب، حقيقي بتتحمل عاتق مسؤولية كبير جدا. ربنا يعين كل مسؤول في الدولة على الشغل اللي بيعمله ويشوفوا نتيجة شغلهم في هدوء أعصاب للمواطن المصري ورخاء وتنمية مع الوقت بإذن الله. ده هيحصل. لا صوت يعلو فوق صوت الكورونا. النهاردة الشغل الشاغل والحديث الدائم للمواطن المصري الكورونا، ايه اللي بيتم، ايه اللي هيحصل، شكلنا ايه الفترة الجاية، هنخرج من الأزمة دي تحت أنهي إطار، الدولة وصلت لفين، بتساعد ازاي. أسئلة كتير بتتسأل على الصفحة، على صفحة دفتر أحوال، اللي بالمناسبة حابب أنوه إن صفحة دفتر أحوال هي بالعربي دفتر أحوال على الفيسبوك. بنقابل عليها استفسارات وشكاوي واستغاثات وأسئلة كتير، في منهم استغاثات كتيرة قوي الفترة دي. حابب أقول إنه كتير قوي من المهن اللي بتقول إحنا عايزين نشتغل، إحنا بنجوع، إحنا بنموت. حابب أطمن كل الناس قبل ما أرد على كل شخص بعينه وأقول اتجاه الدولة رايح فين، اتجاه مجلس الوزراء والحكومة الفترة الجاية رايح لحد فين. لازم الأول أقف عند إحنا وصلنا لفين الأول في كورونا. السوشيال ميديا زي ما هي وسيلة اتصال مهمة جدا، هي برضو وسيلة لبعض الإشاعات. أكيد في ناس، فئة قليلة على الأقل مستهترة أو بتحاول توصل معلومة كاذبة، أو بالبلدي وبالعربي بيفتوا. الفتايين كتير بنلاقيهم على صفحات التواصل اللي يديك معلومة كاذبة، طريقة علاج كاذبة، يعني إشاعات في إن المستشفيات ما بتستقبلش، بلا بلا، كتير قوي أحداث بنحاول نخرج منها ونوصل لك الحقيقة. بعد ما بنوصل لك الحقيقة بنحاول نساعدك إزاي تستعمل الطريق القانوني وتسلك الطريق اللي يوديك لبر الأمان. أسئلة كتير في هذا الشق. سمعنا عن إشاعات الفترة اللي فاتت، إشاعات في إن المناعة إزاي تقويها، إزاي تكون بني آدم صحتك كويسة بدون علاج أو بدون أدوية، هل في بروتوكول للعلاج؟ أسئلة كتير قوي المفروض إنه ما يردش عليها غير أصحاب الشأن، المسؤولين أو يعني أحد أعضاء الجيش الأبيض زي ما بيقولوا، والاسم اللي شايفه على مسمى. هو فعلا فريق عمل كبير قوي، جيش مصري كله يحمل الخير لمصر. بالمناسبة حابب أكلم ومعايا على الهاتف دلوقتي الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام المناعة بجامعة عين شمس. اللي حابب أسأله أهل العلم وأهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مساء الخير دكتور أشرف. ألو. أيوة مع حضرتك، أهلا وسهلا. إزاي حضرتك الأول يا فندم؟ ألو دكتور أشرف معاك. ألو مع حضرتك، أهلا وسهلا. إزاي سيادتك الأول يا فندم؟ ازاي الصحة؟ اهلا بيك. بمناسبة ازاي الصحة، قول لنا ازاي الصحة دلوقتي للمصريين ومناعتهم عاملة ايه؟ نتمنى ان شاء الله ان صحة المصريين كلها تكون بخير، ونتمنى ان ربنا يبعد عنهم الشر بشطارتهم والتزامهم باساليب الوقاية، هم يقدروا فعلا انهم يمنعوا تفشي الوباء ويقدروا انهم يقللوا الحالات من اصابة ووفية. تمام. طيب بخصوص المناعة، وخليني أتكلم في الجزء اللي يخص سيادتك، المناعة والحفاظ عليها وتقويتها ده بيكون عن طريق إيه؟ في البداية لازم الأول نفهم يعني إيه مناعة.
المناعه هي منظومه صحيه ربنا سبحانه وتعالى خلقها وفينا علشان تحمينا من الخارج والداخل. من الخارج يعني علشان ما يحصلش اصابه بالميكروبات او الفيروسات او الفطريات او الطفيليات عموما، لكن كمان من الداخل، فالحمايه بتحمينا من وجود اورام وتتخلص منها، الى جانب انها كمان بتساعد في بناء الجسم وتصحيحه واصلاح اي خلايا بتكون اصابها العطب او الشيخوخه. وبالتالي علشان المناعه تقوم بهذه الوظيفه لازم انها تكون متكافئه. فكلمه ان احنا نقوي المناعه او نعليها او نكبرها هي علميا كلمه غير دقيقه، لان احنا محتاجين مناعه متوازنه، لانه المناعه اذا قلت فهيحصل امراض نقص المناعه، انه يجي لنا التهابات او يجي لنا اورام. لكن اذا المناعه زادت في اتجاهات خاطئه ممكن يحصل لنا امراض المناعه الذاتيه. علشان كده ضروري جدا ان احنا نكون عندنا مناعه متوازنه. يعني هو في خطر، دي معلومه جديده بالنسبه لي في المجال الطبي، المناعه لو زادت بتسبب خطوره برضو على البني ادم؟ والله انا عايز اقول لحضرتك انه حتى في مشكله كورونا، فانه المرضى اللي بيكون رد الفعل المناعي فيهم زائد عن الحد ويحصل فرط في رد الفعل المناعي، هو ده اللي بيسبب اللي بنقول عليه عاصفه السيتوكينات، وبالتالي ده بيؤدي الى فشل اعضاء كثيره. علشان كده احنا لازم بنكون حريصين على اننا نستخدم الادويه المناسبه، وفي نفس الوقت ما يبقاش فيه فرط في رد الفعل المناعي. وحتى في بعض هذه الحالات بنضطر ان احنا ندي ادويه مثبطه للمناعه، يعني بتقلل المناعه، زي مثلا الكورتيزون وادويه تانية المفروض انها بتساعد على انه تقلل الاعراض وتمنع فشل الاعضاء اللي بيحصل. انت وديتني دكتور اشرف لجزئيه مهمه جدا، يعني دلوقتي عايز اقول لحضرتك انه اللي موجود في الصيدليات اللي في مصر كلها تحس انه في حاله هيجان من المواطنين على ادويه الفيتامينات عموما، على الفيتامينات كلها والمكملات الغذائيه. عايز توصل لي انه كثره الفيتامينات ممكن يكون ليها اثر سلبي على المواطن؟ ده حقيقي. هو حضرتك احنا عندنا احتياجات يوميه للفيتامينات واللي بنسميها مكونات الغذاء الصغيره، مكونات الغذاء الصغيره اللي هي الفيتامينات والمعادن. وبالتالي اذا حد يعني كان عايز يكون في صحه جيده هو مطلوب منه بس ان هو يحصل على الاحتياجات اليوميه الموصى بها في من هذه الفيتامينات والمعادن، واي زياده اكثر من اللازم بيحصل فيها اثار سلبيه. وده دليل على انه بعض الفيتامينات وخاصه الفيتامينات اللي بتزود في الدهون زيادتها بتؤدي الى اعراض جانبيه. تمام. كلمني دلوقتي الفيتامينات الموصى بيها او اللي بتنصحوا بيها، انواع ايه من الفيتامينات؟ احنا بنقول دلوقتي بالنسبه للاصحاء المفروض انهم ياخدوا تغذيه سليمه، والتغذيه السليمه دي اللي هي بتحتوي على احتياجاتهم. تمام. اما استخدام المكملات الغذائيه للاصحاء فليست ذو قيمه بالمره، مفيش حد يتصور ان هو هياخد حبايه فيتامين سي زياده ويروح يقابل الفيروس فالفيروس يعدي من جنبه من غير ما يصيبه، ده كلام مش مظبوط. لا تستخدم للوقاية، وإنما إحنا بنستخدمها للمرضى اللي بيعانوا من نقص في الفيتامينات فقط. طب خليني أكلمك مباشرة، أنا آسف لمقاطعتك مباشرة. دايما دلوقتي سامعين على الفيسبوك وفي كتير قوي بوستات ومنشورات بتنادي استعمال فيتامين سي الزنك، هل في بروتوكول أو طريقة أوصت بيها وزارة الصحة في الفترة اللي فاتت دي؟ يا سيدي لا وزارة الصحة ولا المنظمات العالمية أوصت بالكلام ده. هاي. الكلام ده كلام خالي من الصحة تماما، مفيش حد المفروض ان هو ياخد فيتامينات بزيادة، لانه الفيتامينات الزائدة عن الحد بتسبب آثار سلبية. حضرتك احنا بناخد الفيتامينات كما يحددها التوصيات الطبية بالكميات المناسبة. الأشخاص اللي بيعانوا من نقص في الفيتامينات هم دول بس اللي محتاجين انهم ياخدوا مكملات علشان يصلحوا هذا النقص. كلام مهم جدا. مثلا بعض الأشخاص اللي عندهم مشاكل في الهضم او صعوبة في الامتصاص، او بعض الناس اللي عندهم عاملين عمليات تخسيس فشايل جزء من الامعاء او من المعدة، اذا كان هو دي حالات فردية سليمة. صح. دي حالات فردية مش على العموم. بالظبط كده. بالزبط. ايوه، ما ده مش اسلوب وقايه، اساليب الوقايه لازم نعمل العقل ونتصرف بحكمه.
اعمال العقل والتصرف بحكمه، ان احنا نلتزم باساليب الوقايه الحقيقيه وهي النظافه والتباعد الجسدي، واننا ما يبقاش في تلامس للاسطح المشتركه، وان احنا نستخدم الماسك عند اللزوم. انا في نهايه الامر بشكر الدكتور اشرف، بشكرك جدا لتصحيح المفاهيم والمعلومات المغلوطة اللي موجودة عند بعض المصريين في استعمال الفيتامينات والمكملات الغذائية. بتنصح المواطن المصري بشيء أخير؟ يا فندم؟ ليك نصيحة شخصية للمواطن المصري الفترة اللي جاية؟ نصيحة تانية مهمة جدا. تفضل. حضرتك ما يتداوله البعض من أوراق وتقال عنها أنها بروتوكولات للعلاج فيروس كورونا، ده كلام مش دقيق ومش علمي، لأنه زي ما حضرتك تعرف كويس إن إحنا بندي العلاج على حسب الحالة، وحسب الحالة دي بيحددها درجة الإصابة إذا كانت بسيطة أو متوسطة أو شديدة، أو إذا كان المريض بيعاني من مشاكل صحية أخرى. تمام. وبالتالي ما فيش بروتوكول واحد ينفع، إلى صح. جانب أن إحنا لازم نراعي سن الشخص، فالأطفال جرعاتهم مختلفة عن الكبار، والست الحامل واللي بترضع مختلفة عن اللي ما هياش حامل ولا بترضع، وبالتالي ما فيش حاجة اسمها بروتوكول، دي اسمها إرشادات علاجية نسترشد بيها علشان نقدر نستخدم، بتختلف من شخص لآخر بالظبط كده. وبالتالي ما يتداوله البعض من بروتوكولات ده كلام مش منضبط تماما، اجتهادي وقد يخطئ أكتر من أنه يصيب، لأنه كل مريض لازم يتفصل عليه العلاج بشكل مناسب بحيث أنه هو ياخد ما يحتاجه فقط. الطبيب اسمه حكيم، حكيم صح. لأنه بيوصف الدواء بحكمة، وبالتالي في ناس ممكن يكون الدواء ده مش مناسب ليهم فبالتالي لا يستخدموه، وخاصة إذا ظهرت منه آثار جانبية أو كان في موانع الاستخدام. صح، أنا بأيد كلام الدكتور أشرف عقبة، بشكرك جزيلا يعني لوجودك معانا ولتصحيح المفاهيم والأمور المغلوطة على الشعب المصري. بشكر جدا الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام المناعة بجامعة عين شمس. الدكتور هو حكيم، كلمة جميلة نهى بيها الدكتور أشرف عقبة كلامه، لأن هو الحكمة فعلا كانت موصوفة في زمان قوي في الدكاترة في أنه يقال عنه الحكيم. كان تفسير منطقي جدا من الدكتور أشرف عقبة، وفعلا الحكماء في مصر أثبتوا جدارتهم وأثبتوا أن هم قد المسؤولية، جيش شغال بكل ما أوتي من قوة وراء مؤسسات شغالة ووزارة ما بتنامش، وأنا أعلم ده عن قرب، الوزارة ما بتنامش، كل ما فيها من أعضاء ما بيناموش. أروح لجزء مهم جدا جاي لي على صفحة دفتر أحوال، اتصالات وناس كتير قوي بتحب تساعد، ناس كتير قوي عايزة تقف في الخير، شايفة مصر بتعدي بأزمة، وشايفة مصر بتعدي بجائحة كورونا، وبيقولوا احنا موجودين، مصر ليها ديون في رقبتنا عايزين نسدها. فعلا لا زال الخير في أمتي إلى يوم الدين، صدق رسول الله. معايا على التليفون اتصال من العميد حاتم عاطف عويس. مساء الخير الأول. مساء الخير يا فندم، ازيك يا إبراهيم، ازي حضرتك؟ كلمتنا العميد عاطف بالمعاش من القوات المسلحة وبالمعاش، كلام مظبوط؟ تمام يا فندم. كلمتنا وبعت لنا على صفحة دفتر أحوال وقلت لنا أنا من المتابعين وعايزين نوصل رسالة برد الجميل لمصر، وكنت صاحب حملة رد الجميل، كلام مظبوط؟ تمام يا فندم، مظبوط الكلام. كلمني بالتفصيل كده، إيه اللي عملته ويعني وبتحاولوا ترد الجميل لمصر إزاي؟ تمام يا إبراهيم. اتفضل. قول لي بتعملوا إيه ووصلتوا لإيه عشان تردوا جميل مصر علينا؟ طبعا بصفتي الحمد لله شرفت بالخدمة في القوات المسلحة المصرية، ويعني لازم زي ما مصر ادتني كتير ارد لها الجميل. تمام. لان احنا الحرب اللي بناخدها دلوقتي يا استاذ ابراهيم حرب زي الحرب اللي بياخدها ابطال نفسينا، كلام مظبوط، واشد ضراوة. صح. فانا بداية فكرة حملة رد الجميل بدأت معايا ان انا حلمت حلم من 4 شهور بجائحة كورونا وانها تنتشر في العالم كله وفي مصر، فبدأت افكر ايه اللي انا ممكن اعمله، فانشأت على الفيسبوك صفحة اسمها
حملة دعم يعني الكورونا، كنت بنشر عليها أخبار عن كورونا زي ما أي حد كان بيعمل، وصفحات كتير موجودة. بالظبط يا فندم. بالظبط. بعد كده لا، حسيت إن أنا دوري كمقاتل سابق في الجيش المصري، لا لازم دوري يبقى أكبر من كده. فكان كمواطن على الأقل أكلت وعشت وتربيت في تراب مصر. هو يا أستاذ إبراهيم، هو المية والتراب بتبقى طين، الطين عليه دم، ده بيبقى وطن. وطن وطن، صح. بالظبط كده. أنا أتفق معاك في ده. فطبعا تبرعت لمستشفى الجامعة في جامعة بني سويف بجهازين تنفس، تبرع شخصي، ماركة سي بي سي اي، وقابلت الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف. تمام. وقدمتهم له للجامعة، وعن طريق دفعتي اللي بشكرها على الهواء الدفعة 85 حربية. بعض أصدقائك عموما يعني. بالظبط كده. وجبنا بدل، احنا دايما كنا كل رمضان بنعمل يعني تبرع خيري لمستشفى 57، لمستشفى بوريش، فكان التبرع اللي انا طلبته زي كل مواطن مصري شريف شايف حد في زنقه فبيحاول يقف جنبه. جبنا 260 بدله عزل من البدل اللي هي دائمه الاستخدام، كامله النضاره بالجزمه بكل حاجه، وقابلت الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وقدمت له البدل دي تبرع مننا لمستشفيات بني سويف. تمام. ومن عند سيادة المحافظ استأذنته ودشنت حملة رد الجميل لدعم مستشفيات بني سويف. ويعني طبعا كمبدأ بدأت بعيلتي الأول، مين في عيلتي يقدر يساعدني في هذا الموضوع؟ أنت بتستعين بكل المقربين، لأنك الموضوع مش مهنة بالنسبة لك. مش مهنة. فأنا الأول أبدأ بالمقربين، وأما ينجح مع المقربين تبدأ الحملة تكبر. كل مصري هيشوف ده هيساعد بإذن الله. بالظبط يا فندم. عندي ابن خالي المهندس جمال عبد الفتاح عثمان، ده رجل أعمال في الإمارات مش في مصر خالص. شرحت له الوضع بالكامل في مستشفيات بني سويف، وقد إيه إن إحنا محتاجين أجهزة تنفس ومحتاجين مستلزمات طبية. فطبعا فهم مني الوضع وتبرع لمستشفى أو للمحافظة بمليون جنيه دعما منه وحبا في مصر والمصر. عملتوا ايه بالفلوس دي كلها بقى؟ الفلوس دي موجودة في المحافظة تحت تصرف السيد المحافظ. هايل. صندوق اسمه صندوق الكوارث. هايل. لجائحة كورونا. مشكورا حضرته، بيشوف المستشفيات محتاجة ايه. طبعا احنا بني سويف اساسا بنعاني من ضعف في اجهزة التنفس قبل حتى كورونا. كلام مظبوط. يعني قبل كورونا احنا كان عندنا مشكلة في مستشفيات بني سويف. اما حد بيجي بس انك تسلك الطريق القانوني وطريق الدولة بالضبط. واللي رسمه الدولة في انك تلجأ للمحافظة ده امر هايل. صندوق المحافظة. بالظبط كده. وانا بدعو كل رجال الاعمال المخلصين الشرفاء في محافظة بني سويف، اصحاب المصانع. انا بزود على العميد حاتم عاطف بالمعاش، بزود عليك وبقول كل رجال الاعمال وكل القادرين في مصر عموما وليس بني سويف. يا استاذ ابراهيم بعد اذنك، انا بطالب كل القنوات الفضائيه المصريه بتبني حمله رد الجميل، لان انا بعلنها من عند حضرتك بصفه البرنامج بتاع حضرتك برنامج وطني، وحضرتك بتناقش برامج وطنيه وقضايا وطنيه تمس المواطن المصري، بتدشين حمله رد الجميل على مستوى جميع محافظات جمهورية مصر العربية. احنا متفقين معاك قلبا وقالبا، وبنادي بجميع الشرفاء الوطنيين المخلصين اللي من جميع المحافظات ينضموا لحملة رد الجميل على الفيس، حملة رد الجميل لدعم المستشفيات، موجود الصفحة بتاعتها. انا بتفق مع، بشكرك الاول العميد حاتم عاطف بالمعاش مدينة بني سويف او محافظة بني سويف، بشكرك لحملة رد الجميل. المصري أكيد اللي عاش في خير البلد وعاش في ترابها وعنده انتماء وشايف إخواته تعبانين أو محتاجين، أول واحد بيفكر إنه يديهم، مش عن يعني عايز أوصل لك مفهوم شوية إنك ما تديش بتعالي. إحساسك بإنك بترد جميل بلد عملت معاك كتير في وقت صعب ومهم، انا فعلا هو ده اللي يهمني، انه ما يكونش احساس التبرع هو فيه تعالي. بالعكس، كلنا مصر ادتنا اكتر ما بنديها. كتير قوي بسمع اصوات لا انا ما خدتش من مصر. اتربيت على تراب البلد دي، اهلك واجدادك اتربوا عليها وشافوا خيرها وعاشوا في خيرها. ان كنت بتمر بازمه مؤقته، ده ما يمنعش وجود الخير اللي عشته في حياتك كلها واللي باذن الله هتعيشه في الفترة الجاية.
لسه عندنا أسئلة واستفسارات ومداخلات كتير تنور طريقنا، تنور الفترة الجاية اللي احنا بإذن الله. هو مش عارفين ايه اللي هيتم الأيام الجاية، إنما الفترة الجاية أكيد بإذن الله هي فيها خير. أنا مستبشر، تفائلوا الخير تجدوه. في ظل الأحداث دي في حركة كبيرة في المحافظين وسكرتارية المحافظين، فخليني أعرف وصلنا لده ليه والحركة كانت هدفها إيه. خليني أخد معايا اتصال من الدكتور خالد قاسم، متحدث باسم وزارة التنمية المحلية. مساء الخير يا دكتور. خير على حضرتك وعلى أهلنا في محافظات مصر كلها. أهلا بسيادتك الأول، وبشكرك لأنك معانا النهاردة على الهواء. أهلا وسهلا بحضرتك. قول لي يا دكتور، الحركة اللي سمعنا عنها أول امبارح تقريبا، كلام مظبوط؟ أي فندم، صباح الخميس يا فندم. مظبوط. كان هدف، الهدف منها كان إيه؟ هو أولا يا فندم الحركة دي على درجة عالية جدا من الأهمية، وخلينا أقول لحضرتك تضمنت 160 قيادة من قيادات الإدارة المحلية في مصر. من بين ال 161 قيادة منهم 60 قيادة تم ضخهم من خارج الإدارة المحلية، كانوا تقدموا من ضمن ما تقدموا في الإعلان رقم 2 ل 2019، وكان الإعلان ده تقدم له 1183 صفوا باختبارات في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وصلنا ل 1044، ثم اللجنة السباعية اللي بقيادة معالي الوزير اللواء محمود شعراوي مع جهات الدولة المعنية مجلس الدولة واثنين من المحافظين السابقين والحاليين مع الأمين العام للإدارة المحلية. المقابلات دي نتج عنها صفة مجموعة، المجموعة دي راحت مركز التنمية المحلية في سقارة لمدة 3 أسابيع تدريبية، بعقبها اختبارات، ثم بعد ذلك تم تصفيتهم إلى 150 مرشح. ال 105 مرشح عفوا تم توجيههم الى الاكاديميه الوطنيه لتدريب الشباب، وبالفعل خضعوا لبرنامج تاهيل ثم تصفيه الى ان حصلنا على 60 اللي هم انضموا الى زملائهم من ال 101 من كوادر المتميزه في الاداره المحليه، اللي خضعوا برضه للتقييم و المتابعة على مدى العام 2019 حتى تاريخه. ومن هنا تم ضخ القيادات دولت من سكرتير عموم محافظات 13، سكرتير عام مساعد 7، ثم البقية كانوا رؤساء مراكز ومدن وأحياء في المحافظات المصرية 27 محافظة. معالي الوزير اللواء محمود شعراوي يوم الخميس صباحا بعد تهنئة حضراتهم قال لهم كلنا في خدمة المواطن، وسرعة حل مشكلاته هي المعيار الرئيسي في تقييم حضراتكم في المستقبل، وقال لهم ابذلوا أقصى جهد للحصول على رضا المواطنين، وقال لهم أن متابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء من ضمن فيما يتعلق بإزالة التعديات على أملاك الدولة المصرية ومنع مخالفات البناء، الاهتمام بأعمال النظافة ورفع التراكمات على مدار اليوم وخاصة في كمان أوقات الحظر لمنعا وحدا من انتشار فيروس كورونا المستجد. كذلك الأمر التطهير والتعقيم المستمر ليس للمباني الحكومية فقط ولكن للشوارع والميادين والمحاور و خليني أخدهم يا دكتور خالد مع حضرتك كده شق شق. يعني خليني أقول أسألك بس الأول سؤال، لأن أنا عايز أخد في كذا جزء مع حضرتك، ومنهم مثلا مخالفات المباني اللي صدر فيها قرار رئاسي بإزالة المخالفات والتعديات على أراضي الدولة. بالضبط يا فندم. اللي حصل ان الاحياء كلها والمحافظات كلها فعلت الدور من اول يوم صدور القرار، كلام مظبوط؟ بالظبط يا فندم. التوجيه ده كان في 18 مارس الماضي،
وكان الهدف منه أن هناك بعض من ضعاف النفوس استغلوا قيام الدولة كلها بأجهزتها المعنية بمكافحة فيروس كورونا المستجد والقيام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، والبعض قام في أوقات الحظر بالبناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية سواء ملكيات خاصة أو أملاك دولة، وهذا التعدي كان إما بالزراعة أو بالبناء. الأمر اللي ترتب عليه كان لابد من الحسم والحزم مع هؤلاء، وبالتالي تم الإزالة الفورية. ده القرار كان بالزبط. قوي جدا، كان قوي بالزبط. يعني أعلم أنه القرار كان فيه كذا شق، مصادرة بالزبط. الأرض وتغريم مالكها والتحفظ بالزبط. عليها إلى بالزبط. أن يقوم بالسداد تقريبا، صح كده؟ لا، أضيف على كلام حضرتك اللي تفضلته وقلته أنه تحويل المخالفين للنيابة العسكرية. النيابة العسكرية، كلام مظبوط صح؟ بالزبط. هل المخالفات دي تشمل فترة حظر الكورونا فقط ولا بأثر رجعي؟ احنا بنتكلم يا فندم، احنا صدر قانون التصالح على مخالفات البناء، وده اعتبارا من اول 2019. مظبوط. اذا كان من الأهمية بمكان من 2019 حتى تاريخه، من يريد ان يقيم مبنى يقوم ببناء مبنى عليه ان يروح للجهات المختصة وياخد تصريح ويحصل صح ويكتمل كافة الاشتراطات البنائية ثم يقوم بتنفيذ عملية المبنى، واخد بال حضرتك؟ علشان فبالتالي القرار كان صادر على الفترة اللي هي من 2019 من بعد قانون التصالح. بالظبط يا فندم. صح. لمن هم قاموا يعني الاقتراء المخالفة بعد صدور قرار التصالح او قانون التصالح. بالظبط بالظبط يا فندم، كلام مهم. خليني ارجع اسال حضرتك تاني عن الحركة. من اهم المحافظات اللي اتأثرت بالحركة زي فين فن؟ كل المحافظات المصرية، الحركة شملت كل المحافظات المصرية. كل المحافظات؟ طبعا يا فندم، بدءا بالقاهرة والجيزة الغربية، الأسكندرية، الوادي الجديد، الأسيوط، المنيا، بني سويف، سوهاج. كل المحافظات حصل فيها حركة. طبعا يا فندم. طبعا، وده حرك مهم جدا يا فندم، ان انت التجديد التجديد المستمر. بالظبط يا فندم. صح. والساده الزملاء اللي استلموا اعمالهم صباح اليوم النهارده ان شاء الله بعد فتره هيتم توجيه حضراتهم للحضور بعد كده ان شاء الله لما تخلص. هو الغريب من الـ من الـ من الوزاره ومن اللواء محمود شعراوي انه الكلام ده والتغيير والتجديد وتجديد الدم حاصل في وسط ازمه الكورونا. هو 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 ده كان من الأهمية بمكان في هذا التوقيت بالذات يا فندم. لو تلاحظ أن الكل سألنا أنتوا ليه مش عايزين تصدروا الحركة، لو تلاحظ خلال الشهر ونص اللي فات. صح، كلام مظبوط. وإحنا قلنا لابد من تحقيق الاستقرار بالنسبة للمحافظات، وإن المحافظات تبتدي تشتغل وتحط وتنفذ السياسات دي على الأرض، وبعد كده لما حضرتك يحصل استقرار في التنفيذ ده ويتم التصدي لهذه الجائحة ونبقى نظمنا صفوفنا، نبتدي بعد كده يا فندم يبقى عملية الإحلال والتجديد وضخ الدماء الجديدة من الكفاءات اللي جاية من مدارس فكرية مختلفة وخضعت لتدريب مكثف فيما يتعلق بطرحنا عليهم يا فندم في مركز التنمية المحلية في سقارة، مركز تدريب التنمية المحلية في سقارة، كل ملفات إدارة الحكم المحلي بكل تفاصيلها، سواء الجزء المتعلق ببناء البشر زي ما احنا بنتكلم دلوقتي في اختيار القادات وتدريبهم وتأهيلهم والمستمر، أو التنمية المحلية الاجتماعية، الخدمات المتعارف عليها، خدمات الرصف، خدمات رفع القمامة، خدمات الإنارة، خدمات الطرق وغيرها، خدمات الاجتماعية، الخدمات الصحية اللي لابد أن يستفيد بها المواطن المصري بشكل ملحوظ. خليني دكتور خالد أسألك سؤال مباشر شوية، يعني أخيرا وليس أخيرا عشان مش عايز أطول على سيادتك، خطة الوزارة إيه لمواجهة كورونا الفترة اللي جاية تحديدا؟ إحنا شغالين يا فندم ضمن إجراءات الدولة المصرية ولنا دور على الأرض. لو تلاحظ حضرتك تكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء في مجلس المحافظين يوم الأربعاء اللي فات، إنه كل المرور من خلال السادة المحافظين شخصيا مع الجهات المعنية على المستشفيات اللي دخل في مكافحة الفيروس، والتأكد من توافر الأطقم الطبية وأن العمل الأطقم الطبية يتم وفقا لما هو مخطط،
وكذلك الأمر توافر الأدوية، وكذلك الأمر تخصيص أرقام غير بالإضافة إلى رقم 105 لتزايد العبء عليه، أرقام خاصة بكل محافظة لتلقي طلبات المواطنين وإعلانها على البوابة الإلكترونية للمحافظة، بحيث يتم التعاطي مع الفيروس بشكل عملي على فيما ده كلام جميل من الدكتور خالد قاسم ان في المجال الطبي. النهارده خليني احنا علمنا ان في جهات هتفتح او اماكن مع الفتره اللي جايه كما اعلنت رئاسه الوزراء، انه مثلا الكافيهات هتفتح او غيره او المحال التجاريه من بعد يوم 15 زي ما سمعنا كلنا، كلام مظبوط؟ هل دور الوزارة؟ خليني بقى فندم نقول لكل حدث حديث، وحنتواصل مع بعض صح. أنا وحضرتك بعد يوم 15 أتفق معاك ونبحث هذه التفاصيل، الرقابة عليها وغيره، كلام مظبوط، وعملية المتابعة والرقابة بالضبط تكون من اختصاص المحافظات المصرية ممثلة في أجهزة الوحدات التنفيذية المحلية والأحياء، كلام مظبوط بالضبط، بمعاونة طبعا السادة مدراء الأمن والأجهزة الأمنية. أتفق معاك كليا دكتور خالد قاسم، بشكرك جدا جدا لأنك تبين لنا دور الدولة والوزارات والوزارة بتشتغل ازاي والمحافظات بتعمل ايه في وسط الاحداث، ده امر مهم جدا. بشكرك الدكتور خالد قاسم، نورتنا باتصالك، مكالمة كانت مهمة جدا في وسط اللي احنا فيه من ازمة كورونا، تجديد الدم وتجديد المناصب ونقل الكفاءات من الى اماكن مختلفة يفرق كتير في انه كل شخص مش هيكون جاله، كل مسؤول تحديدا مش هيكون جاله هدوء في انه قاعد على الكرسي، بل انه حاسس انه في اي وقت قد ينتقل من او الى مكان اخر، فبالتالي هيشتغل باعلى كفاءه. امر مهم جدا جدا لكل الوزارات والمؤسسات انها تشتغل بنفس الطريقه علشان ما يحصلش حاله كسل، حاله خمول. مؤسسات الدوله كلها شغاله بهذا النطاق. خلينا نتابع مع بعض كل احداث كورونا، ايه المواطن محتاج، ايه الطرق الصحيه، الكفاءات، كل ده هنشوفه مع بعض وهنتابعه. خلينا نخرج فاصل ونرجع نكمل مع دفتر احوال كورونا وغير كورونا من خدمه نقدر نوصلها للمواطن المصري. خليكم معانا وهنرجع لكم مره ثانيه. رجعنا مرة تانية لدفتر أحوال وخدمات الناس وما يطلبه المواطنون. عندنا أسئلة كتير واستفسارات كتير على صفحة دفتر أحوال موجودة، ومنها استغاثات زي ما قلت في بداية الحلقة من بعض بعض العاملين بقطاعات كتير زي المقاهي والكافيهات والمطاعم، بيطلبوا بالرجوع والعودة. مبدئيا انا في بدايه الامر حابب بس يعني ابشر كل الناس بان مجلس الوزراء باكمله بكل وزاراته شغال على اعلى كفاءه في انه يحاول يخرج من المازق وانه يرجع الناس لاعمالهم، انما مش عايز يضحي بالمواطن المصري. يعني خلينا نتفق لانه في عندنا خيارين شويه الاثنين اصعب من بعض، ودايما نقلب الكراسي ونحط الاشخاص مكان بعضها. النهاردة علشان الوزارة تقول للناس انزلوا في وسط ما الأعداد بتاعت الإصابات مرتفعة، هتلاقي مواطن يقول لك الله ما الوزارة بتضحي بيا أو رئيس الوزراء والحكومة بتضحي بيا وبتنزلني شغل في وسط أزمة كورونا، يعني عايزة تموتني صح؟ هتلاقي البعض بيقول كده. طيب إذا قعدتهم هيقولوا طب ما احنا بيقعدونا ويموتونا من الجوع. خدوا بالكوا انه الامر صعب جدا انك تمسك العصايه من النص على اي حكومه تمر وتمسك دوله بيعدي فيها وباء او ازمه. حاله الرضا عمرها ما هتوصل للكل. دول العالم كلها اتاثرت. خلينا نحط نفسنا مكان دول يقال انها دول من العيار الثقيل اقتصاديا او غيره، وحصل فيها ازمه وانهيار اقتصادي. رغم ده ورغم تصنيفهم بان هم اباطرة اقتصاد وحصل ده، انا شايف في وجهة نظري وفي وجهة نظر الحكومة
انه ما حصلش ده عندنا في مصر، رغم ضعف الامكانيات مقارنه باوروبا زي ما بنسمع وزي ما عارفين، الا ان احنا في حته افضل بكتير حفاظا على المواطنين واقتصاديا. اقتصاديا لما المؤشرات تقول ان النمو الاقتصادي بتاعي مش واصل للدرجه اللي انا كنت عايزها، انما في نمو في وسط ده كله، يبقى شكرا للحكومه، يبقى اكيد الحكومه شغاله. لما يكون المعدل الطبيعي ان انا اوصل ل 5% نمو اقتصادي واوصل ل3 بس في ظل وباء عالمي، يبقى اكيد انا في اداره مظبوطه، يبقى اكيد في اداره بتدير الدوله دي بطريق سليم. فكره التعب الشخصي او المشكله اللي بتقع على مواطنين بعينهم، انا متفق معاهم برضو، يعني اكيد مش هحابي لجهه على جهه، لانه يهمني الحكومه الناجحه والاداره الناجحه، ويهمني سلامه المواطن. بمناسبه سلامه المواطن، انه في حتى وزاره الصحه حاولت توفر على الناس شويه، وانها توصل السهولة، لأن كل مواطن تقريبا دلوقتي بقى عنده تليفون، عندي أبليكيشن، عندي حاجات بتعامل بيها بتحاول توصلني لنتيجة. منهم أبليكيشن سمعنا عنه، أنه الأبليكيشن لصحة المواطن أنه بيحاول يوصلك لمستشفيات، أقرب مستشفيات تقدر تحجز فيها أو تقدر تعمل المسحة فيها. تقريبا معروض عندنا شكل حتى الابليكيشن. احنا حاولنا نتواصل مع المهندس أيسم صلاح مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، اللي يحاول يوصل لنا الفكرة ايه والمناط ايه بهذا الموضوع، وبإذن الله بنحاول نوصله، لأنه هو كلمنا ووصل لنا انه الابليكيشن ده مع الفترة اللي جاية هيكون عند كل مواطن، مش بس عشان الكورونا، هي الكورونا هتكون أزمة هنقعد بيها شوية، إنما فكرة الوعي والتوعية دي فكرة طويلة المدى لازم نوصل لها. تقريبا بيقولوا لنا في اتصال، تقريبا الخط قطع، بنحاول نوصل، إنما في الفكرة إنك تكون عندك كمواطن وعي في إنه إيه المتاح، وتقدر تروح لمستشفيات وتتجه ليها، وايه فكره انك تقعد وتنقى بنفسك عن انك تخاطر، لانه هي الازمه دلوقتي، الازمه عند المصريين هي ازمه وهم. كل شخص بيجيله دور سخونيه، كل شخص بيجيله مغص، اسهال، اي عرض حتى ولو ما كانش من اعراض الكورونا، بيجيله الوهم وبيكون عايز يروح المستشفى. النهارده فكرة الوعي، وإنك مش هقولك تتحامل على نفسك، لا 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 خالص، إنك تدرك إيه هي الأعراض، تدرك إيه هي الوقت المحدد اللي تروح فيه وتلجأ فيه المستشفى، هو ده نابع من ثقافة ووعي من المواطن. لأن أنا مش هزحم ومش هنزل أزحم الشوارع والمستشفيات في ظل ناس كتير محتاجاها عني. أسئلة كتير بتدور في ذهننا الفترة دي، بإذن الله ربنا هيسلم مصر، وأنا متأكد إنه في خلال أسبوعين على الأكثر هنكون عدينا يعني 90% من المشكلة. ومش يعني عايز أكون سلبي، إنما زي ما السيد الرئيس راهن على المواطن، أكيد بإذن الله هنخرج بوعي المواطن. مواضيع مهمة جدا ما اتكلمتش فيها كلها، إنما الشغل الشاغل للمواطن المصري، هرجع شغلي إمتى؟ هرجع أمارس حياتي الطبيعية ويكون دخلي رجع في ثبات إمتى؟ حكومة في ظهرنا وبنتكلم وبنتواصل الفترة اللي فاتت دي كلها علشان هذا الشأن. أنا بطمن كل الفئات وكل الجهات إنه بإذن الله كلام ووعد من مسؤولين، إن الفترة الجاية بعد إحساس الدولة والحكومة بإنه يكون عدينا الأزمة ومش هضحي بالمواطن، أقدر ساعتها أنزله شغل. أثق تمام الثقة إنه المسألة مسألة وعي بين مواطنين فقط، أقدر أنزله شغله وأنا مش خايف عليه. فكرة إن الحكومة ما تضحيش بيك أمر لازم تحط في اعتبارك وتقول لهم شكرا بدل ما تعترض. وأنا أتفق أيضا مع الأشخاص ومع العاملين اللي في جهات كتير اللي عايزين يرجعوا لأعمالهم، وبإذن الله
الفترة الجاية وفي الحلقات الجاية هعرفكم طريقة التعامل لما نرجع لأشغالنا. لكن ببشر كل الناس راجعين لشغلنا راجعين. بعتذر عن كل الاتصالات وكل الأسئلة اللي ما خدتهاش الحلقة دي، إنما كان عندي أسئلة كتير لمسؤولين زي ما سمعنا، حاول نشوف شغلهم وصل لفين وإدارة الدولة وصلت لفين. إنما صفحة دفتر أحوال على الفيسبوك موجودة، هي صفحة دفتر أحوال بالعربي مكتوبة كده، يعني دفتر أحوال نقدر كلنا نتجه ليها، نطلب، نسأل، نستشير، إحنا مع بعض إلى أن يشاء الله هنكون في خدمة المواطن المصري. هو شغل الشاغل برنامج دفتر أحوال وقناة الصحة والجمال هو مساعدة المواطن المصري. أراكم الأسبوع الجاي على خير، وما تنسوش متابعتنا للصفحة. أي أسئلة وأي استشارات موجودين دائما وأبدا. أراكم الأسبوع الجاي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.